احنا كده قلنا 6 من النون فيربال كوميونيكيشن سكيلز، السبعه مهمه جدا اللي هي بتتعلق بالذا نون فيربال اسبيكتس اوف سبيتش. صوتنا وكلامنا، ما اقصدش الكلمات، ما اقصدش الكلمات نفسها، لكن اقصد طريقه القاء الكلمات، ودي بيسموها ذا بارا لانجوج، ودي بتمثل 30% يعني تلت مهارات التواصل الغير لفظي. معنى كده انها مهمه جدا جدا، وده بيخلينا نهتم بيها ونحاول نحسنها. دايما بنقول ان الفوكال كيوز اللي بتصاحب، يعني الاشارات اللي بتصاحب الكلمات او عباره عن الصوت نفسه، ممكن نحللها لاربع حاجات. اول حاجه البيتش، اللي هو ارتفاع الصوت ده، اللي هو رفيع ولا تخين، هاينس او لونس، يعني مسرسع ولا تخين شويه. الفوليوم، الفوليوم ده معناه انه صوت عالي ولا منخفض. الحاجه الثالثه الريت اور سبيد، الكلام سريع جدا زي طلقات كده ولا بطيء جدا جدا جدا. الحاجة الرابعة المهمة جدا تخيلوا في البارا لانجوج، اللي هي البوزز او السكوت. عشان كده ساعات بنقول استمع للصمت. فدي الاربع نقط مهمين جدا يهمني حضرتك كطبيب انك تدرب نفسك انك تكون افريج في كل حاجة. البيتش بتاعك وسط، لا عالي قوي لا مسرسع ولا تخين، الفوليوم عالي ولا واطي، والكلام بتاعك يكون له ريت معقول لعيني اقدر يتابع فيه. وتهتم جدا بالبوزز او السكتات. هنا بقول لحضرتك كطبيبه تهتم بيها وتسمع العيان برضو تهتم بايه؟ باسلوبه او طريقته في القاء. الصوت ساعات بيبقى فيه هزه او رعشه خوف، لازم يكون طبيب تقدر ايه تلقطها. ساعات بيبقى فيه رنه، الرنه دي ممكن تدل على الفزع. انت لازم تبقى عارف ده برضو. انت كطبيب اوبزرفنت بتجمل كل الكوميونيكيشن سكيلز اللي بتلقطها من العيان وبتصيغها عندك الى معاني تقدر من خلالها تتعامل مع العيان بتاعك. خلي بالنا ان الفانكشنز اوف نون فيربال كوميونيكيشن كتيره، منهم حاجات كويسه ومنهم حاجات مش كويسه. النون فيربال كوميونيكيشن دي ممكن ري انفورس يعني تقوي او تقوم الفيربال مسج. يعني مثلا تقول مثلا ايه، ما فيش ملح خالص في الاكل، انت بتقولها ببقك، بتقولها بصوتك، بتقولها بالهاند موفمنت. او احيانا بتريبليز فيربال مسج، يقول لك يمكن اعمل كده يا دكتور، تعمل له كده بدل ما تتكلم، ما تقول له، هتشاور له نو. احيانا النون فيربال كوميونيكيشن ريجوليت ذا فيربال مسج، يعني بتقسمها او بتوضحها او بتقلل وتزود من اهميتها. يعني حضرتك وانت بتتكلم ممكن تتك قوي او تبقى ستريسنج قوي على جزء من الجملة، يبقى اذا الجزء من الجملة ده هو اهم جزء في الجملة. يعني انا قلت لحضرتك لو سمحت ما نوقفش الكورتيزون خالص الا لما ترجع لي. يبقى حضرتك وانت بتتكلم بتبقى عارف ايه الحاجة اللي لازم تستريس عليها وتقولها بشكل قوي واضح عليه، كأن عليه هايلايت بالظبط. وده مهم جدا ليك كطبيب، لانه العيان برضه بينترنالايز الحاجات دي كلها وبتوصل له بسهوله. الحاجه الوحشه احيانا في النون فيربال كوميونيكيشن، ودي لازم نقولها عشان نتجنبها، سام تايمز دي نون فيربال كوميونيكيشن كونترادكت ذا فيربال مسج. يعني مثلا حضرتك بتقول لعيان خبر سيء وانت بتبتسم، والله للاسف اكتشفنا ان حضرتك عندك سكر. الابتسامه دي ملهاش اي معنى، ان الابتسامه معناها ان في حاجه كويسه حصلت، بينما انت بتقول له على خبر سيء. فلازم فيشل اكسبريشنز بتاعك في اللقطه دي تحمل على الاقل المشاركه او الاحساس بالمشكله. فحضراتكم جدا حضرتك تبقى عارف ازاي توظف النون فيربال كوميونيكيشن، ازاي تلقطه من العيان بتاعك، ازاي تتجنب الكونتراديكشن، ان ده الحقيقه اسوأ حاجه ان هو العيان او الطبيب بيقول حاجه والبادي لانجوج بتاعته بتقول حاجه ثانيه خالص. حضراتكم لازم تكونوا عارفين انه حوالي 85% من الكوميونيكيشن بتاعنا في حياتنا كلها از نون فيربال، 15% فقط كلمات،
و85% نون فيربال. وعلشان كده لازم نهتم كأطباء ان احنا نستخدم النون فيربال كوميونيكيشن بشكل بروفيشنال ونماكسمايز الافكت بتاعها على الكوميونيكيشن بتاعنا مع العيان. دي حاجه محتاجه تدريب. ايوه محتاجه تدريب. اولا محتاجه ملاحظه. احنا لازم تلاحظ نفسك وتشوف انت الحاجات اللي بتعملها دي تتماشى مع البرنسبلز اللي احنا قلناها دي ولا حضرتك في اخطاء بتقع فيها. طب انت عايز تحسن نفسك يبقى لازم تتدرب ولازم تعمل اكتر من تدريب لنفسك ومتابعه برضو لحد ما تطمن انك انت حسنت مهاراتك في التواصل.